العسلامة نون، مرحبا يسون. كلاشاني وصوفي سبيس، سلامة غاتي لي موكيت بخير وعلى خير. كلا فيديو هو السيي نزرا مكان نخدم الواحد شليطاني غ الحميس كل يوم لام كي سقال اسم خدمة ما فاسونس زيت وزمور تمورتي وبني ورتيلان الزيت تجديت نص كوا سيي. مرحبا بكم في قناتكم صوفي سبيس، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم لحقتني زيت الزيتون وامورج من البلاد، من بلادي بني ورتيلان، وحبيت ندشنها معاكم بالحميس ولا الشليطه اللي رايحه نديرو على طريقتي. واش نستحق لهذا الحميس؟ هنايا خديت حوالي 2 كيلو تاع الفلفل بين الفلفل الحار والطرشي، خديت 3 حبات طوماطيش كبار، 3 سنينات زوج ولا 3 سنينات ثوم على حسب الحجم تاعهم، نستحق الملح وزيت الزيتون. الحاجه الاولى اللي نعملها، غسلت كامل الفلفل ديالي، خديت حوالي 4 حبات تاع الحار والباقي خديته يعني طرشي فلفل حلو، دونك غسلته بيان و راني نمسح فيه باسكو سينو خلو ينشف ناتورالمون، دونك نشفو ونحطو في السنيوه باش هكذايا يعني نشويه في الكوشه. فوالا نشويه في الفرن، كل واحد كيفاش يحب يشويه، خيروا الفلفل اللي يكون ملحم. دوك هنايا ندخلو للفرن ونخليه يتشوى بيان سور وما نغفلش عليه، يعني نقلبو حتى يطيب من كامل الجوايح. اون فوا يطيب كيما راكم تشوفوا هاوليك، حطيتو دون اون بواط ايرميتيك، لي بواط اون بلاستيك هادوما باش هكذايا يعرق ويجيني باش نقشرو فاسيلمون. هنايا شوفوا راني نوريكم هنايا جوست بور فو مونطري كيفاش رايحه نقشرو، شوفوا يتقشر فاسيلمون، كي يعرق هكذا كيتقشر فاسيلمون. دونك هنا خليه يبرد شويه ونكمل نقشرو كامل ونحيلو هذيك الزريعه ونشوفو من بعد كيفاش نديرو له. وهنايا دا نوتر كوتي، خديت المقله ديالي درت لها زيت الزيتون والطوماطيش، غسلتو مليح وقطعتو هكذا بقشورو، قطعتو سواء على زوج على ولا على ثلاثه على حسب الحجم تاع الحبه، وندير له الثوم. هنايا الثوم اختياري، يعني ما يحبش يدير ثوم ما يديروش. دونك بصح على بالكم لي طوماط مع لاي فون ان بون ميناج. فوالا نحط له الثوم، نسكرفجها له ولا نكازيها له من الفوق، ونزيد له الملح بيان سور، ونحطهم يتقلاو. في الاول نغلق على المقله ديالي يعني نغطيها، ومن بعد اون فوا يطيب الطوماطيش نحل عليها. فوالا شوفوا هنايا الطريقه ديالي. دونك هنايا بعد ما طاب هذاك طابت لي لا طوماط، راني نقشرها. شوفوا القشره تروح تنحى فاسيلمون، على بالكم الطوماطيش اون فوا تقشروها يعني تنحى، كي طيب تنحى لها فاسيلمون هذيك القشره. دونك بلا فورشات ومع كوير نحيها، تنحى لي فاسيلمون. وبيان سور هنايا قلت لكم لازم ديروا الملح، علاش؟ يعني باش هكذايا الطوماطيش راح تخرج الماء ديالها، دونك هذيك الثوم ماهيش رايحه تتحرق، دونك ما تخافوش هنايا الثوم تتحرق لكم. فوالا دونك هنايا نقشر كامل الطوماطيش تاعي، ومن بعد هذيك رايحه نعبزها غير بلا فورشات ولا بلا كويير سي تو. وبيان سور الفلفل ديالي شوفوا كاش راني ندير له، ناخذ انايا لالوش الغراف ديالي. هنا شوفوا الفلفل بعد ما قشرته كامل ونحيت له الزريعه هذيك، دوك بالغراف رايحه جلي كراز، هذه هي يعني نضغط عليه هكذايا بالغراب حتى يتقسم يولي اون بتي مورسو. انايا نسحقو قطع صغيره، ما نسحقوش يعني فلفل مرحي، ما نسحقوش اون بيغي، نسحقو اون بتي مورسو هكذايا باش نتفاهمو. دونك هنايا راني يعني نعبز عليه كامل، نقطعو كامل بالغراف بلا بوينت هذيك تاع الغراف تاع لالوش هكذايا، حتى قلت لكم يولي لي اون بتي مورسو ولا كي شغل خيوط ولا. دونك هكذا كيجي جو تروف يجي ميو على يكون اون بيغي، على يكون مرحي كامل. هاوليك على المشط حصلت. دوك الطوماطيش تاعي شوفوا كاش نقطعها ثاني غير بلا كويير غير بلا عقل، هكذايا جلي كراز ثاني بلا كويير، نخلي كومام دي بتي مورسو قطع صغيره. ومن بعد رايحه نزيد عليها هذاك الفلفل فوالا، ونخليهم ثاني فوق النار حوالي 10 دقائق هكذايا، يتخلطوا مليح يندمجوا مليح الفلفل والطوماطيش الثوم زيت الزيتون
ويعني كل واحد يطلق البنة تاعو ويعطولي ان غو يعني مانيفيك فوالا ويتحمسوا بيان سور ديجا هو بور موا سما وحميس باسكو نخلوه كوميم يتحمس شويه فوق المقله هكذايا دوك هذاك يعني هذاك لو جو تاع لا طوماط مع تاع الفلفل كامل يتخلطوا ويعطوا واحد الذوق هايل. نخلطهم مليح فوالا وبيان سور على بالكم هاد الحميس يحب زيت الزيتون وانايا كي لحقتني زيت زيتون جديده حبيت ندشنها بالحميس يعني بالشليطه هادية بزيت الزيتون يعني تحب زيت الزيتون تحب تقدموا هادو جو بزيت الزيتون والملح فوالا وهدايا راكم تشوفوا فيه هدايا امورج هذا امورج سي كيما نقولوا كيصفوا كامل هذاك الزيت هدايا اللي يقعد دونك لا كولور تاعو كيما راكم تشوفوا هكذايا كحلة باسكو فيها هذوك لي مورسو شويه تاع الزيتون ايتو وبيان سور وجدتها بالكسره كسره هذه خدمتها يعني عادي كسره درتها بالفارينه الكامله فوالا لا فارين كومبليت مع الدقيق يعني خلطت الدقيق مع الفارينه الكامله خرجت لي كسره هايله دونك فوالا هذه هي نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه اللي قلت لكم على طريقتي كل واحد كيفاش يديرها دونك فريمون تجيبني لنا بزاف يعني لي دوق هاي دوموندي لي لا ريسيت نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاعجاب يعني اللايك وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع الف سلامه باي باي